تبدأ كلثوم بالشأن الرياضي، حيث انطلقت أول أمس بمسالك الجولف الملكي دار السلام برباط منافسة جائزة الحسن الثاني وكأس لالة مريم للجولف. اليوم الأول تميز بإجراء منافسات برو أم كأس لالة مريم التي تجمع كل سنة بين فريق أو فرق مكونة من لاعبة محترفة وثلاثة لاعبين هواة. وقد تميزت هذه المنافسات بمشاركة الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ورئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف. الملعب تأسس في سنة 1971 بارتان جونز من أكبر مهندسي يعني ملاعب ومسالك الغولف في العالم. فهناك الأحمر والأزرق والأخضر يعني مع عدد 45 حفرة، وكما تعلمون بأن التقنيات ملاعب الغولف وعصا الغولف كتأهل اللاعب يمشي أبعد وأبعد وأبعد، فهذا وقعت تحسينات كثيرة في هذه الملاعب في الحمر في المسالك الحمراء السنة الماضية، زيادة على منعرجات في الجرينات والبنكيرات يعني، وحتى بداية الحفرة طول الحفر شوية. بالنسبة وهذا كان بدنكان مهندس كبير في الغولف، والأزرق هذه السنة باسمه كابل روبنسون، فغير أشياء مهمة بالنسبة للبنكر وبالنسبة للمسالك، فكيعطي يعني تقنيات كبيرة للاعب ليتمكن بالحصول على نقط في هذا الملعب. فالحمد لله كما تشوفوا هذه السنة في الملعب في أحسن الظروف، وهذا افتخار كبير للمغرب.